من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد صباح الخير. أحمد، هل هناك من أي حصيلة جديدة جراء هذه الاستهدافات التي طاولت آخرها في النصيرات وأيضا البريج؟ وكان هناك أخبار تتحدث قبل قليل عن استهداف الزوارق الحربية في خان يونس. نعم أحمد، قبل دقائق من الآن سمعنا أصوات انفجارات 8 على الأقل لقصف واستهدافات من الزوارق الحربية الإسرائيلية في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، أو على الأقل كما يعني عرف بعد الاستيضاح ما بين مناطق مدينة دير البلح ومدينة خان يونس. ودوما ما تستهدف الزوارق الحربية المناطق الغربية لخان يونس، دير البلح، انصيرات، ومجمل هذه القذائف تسقط على شاطئ البحر أو على قوارب الصيادين على طول الخط الساحلي. قبل ذلك نحن نتحدث عن 18 شهيدا استشهدوا خلال غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين وخيام النازحين خلال الليلة الماضية. آخر الاستهدافات كانت لخيمة نازحين في منطقة أرض أبو مهادي إلى الغرب من مخيم انتصارات، أدى ذلك لاستشهاد 2 من عائلة واحدة ونقل عدد من الجرحى. قبل ذلك كان قد استشهد 9 مواطنين، عائلة كاملة شطبت من السجل المدني وهي نائمة، استهدفت في منطقة سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. 9 من الشهداء نساء وأطفال استشهدوا بالكامل. أيضا نتحدث عن منزلين وسط القطاع، منزل في مخيم البريج إلى الشمال الشرقي داخل المخيم في بلوك 6، منزل عائلة الخالدي، 3 من الشهداء وعدد من الجرحى، بالإضافة لمنزل آخر استهدف في مخيم انصارات إلى الجنوب من مخيم انصارات، منزل عائلة الجمل، استشهد 3 من أفراد هذه العائلة. وأيضا نتحدث عن شهيدة متأثرة بجراحها إثر قصف إسرائيلي سابق وسط القطاع، ما يعني أننا نتحدث عن 18 شهيد خلال هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وسط القطاع وشماله أيضا خلال هذه الليلة التي لم تسكت فيها أصوات المدافع والقصف الذي طاول مناطق شمال القطاع في جباليا، في مناطق 17، منطقة لتوام التي شهدت أيضا عملية نسف متواصلة لمنازل المواطنين هناك. وأيضا ما زالت الطائرات الإسرائيلية بأنواعها المختلفة كما نسمع تحلق على ارتفاعات منخفضة في كل مناطق قطاع غزة وتقصف كل المناطق دون استثناء. أحمد، بالنسبة إلى الأوضاع الصحية، وكان هناك نداء تم توجيهه من صحة غزة قبل توقف موضوع الخدمة في المستشفيات والحديث عن موضوع قطع الغيار للمولدات التي تعتمد عليها منذ حوالي سنة في بعض هذه المستشفيات وغيرها من الأمور المتعلقة بالنسبة إلى مقومات التي تبقي هذه المستشفيات في العمل. هل هناك من أي جديد أيضا بالنسبة إلى هذه النداءات أو الصرخة؟ أحمد، هي مقومات البقاء المفقودة حقيقة في قطاع غزة. قبل الحصار الإسرائيلي لمستشفيات شمال القطاع وبالتحديد مستشفى كمال عدوان، كانت قد أنذرت هذه المستشفيات بضرورة إدخال وقود لها لضمان استمرارية عملها بحدها الأدنى كما هو معروف، لكن جيش الاحتلال أطبق حصارا على شمال القطاع ووضع هذه المستشفيات بشكل مباشر أمام خطر توقف عن الخدمة بسبب الحصار المطبق ونفاذ الوقود خلال ساعات، بالإضافة لعملية إخلاء مستشفى كمال عدوان بتهديد من فيه وطلب من الطاقم الخروج من المستشفى واعتقال أحد المسعفين أثناء عملية إجلاء مصاب. لذلك نحن نتحدث عن أوضاع قاهرة تعيشها المستشفيات ويعمل خلالها وتحت أو في خضمها الطاقم الطبي الذي يعمل منذ اليوم الأول للعدوان قبل عام. وأيضا نتحدث عن نفاذ المستهلكات الطبية، 3 مستشفيات مهددة بالتوقف عن الخدمة في شمال القطاع مع الحصار المستمر لأكثر من 250,000 فلسطيني في بلدات شمال القطاع، وبالإضافة لحصار لهذه المستشفيات بمن فيهم من طاقم ومرضى وجرحى. وأيضا
المستشفيات الأخرى، المعمداني، شهداء الأقصى، مجمع ناصر الطبي الذي أيضا دوما ما تخرج نداءات الاستغاثة لوزارة الصحة من داخله، وأيضا مستشفى غزة الأوروبي. هذه المستشفيات الحكومية الرسمية أيضا ليست أفضل حالا من مستشفيات شمال القطاع، حيث تعاني أيضا من نقص حاد في المستهلكات وأيضا في الوقت.